الاهلي يتفوق على المقصف في الشوط الاول بهدف بلا شيء لاليو ديانج في شوط فرض فيه النادي الاهلي سيطرته على احداث الشوط كله. تقريبا ما شفناش خطوره غير قليله جدا على مرمى محمد الشناوي. تمكن النادي الاهلي من صناعه بعض الفرص حتى استغل احداها اليو ديانج واحرز هدف من كره مرتده، ولكن هو يعني ديانج حط الكره دي قبل كده مرتين في ماتش الزمالك، هو تقريبا بالظبط زي المرتين اللي حطهم في ماتش الزمالك. هنروح لفاصل، نرجع بعد فاصل نشوف اراء محللنا الكبار في احداث الشوط الاول. انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تفوق واضح النادي الاهلي الشوط الاول، بس انت قلت هدفين. انت راعي فاكر كويس قوي. اه مصعب فاكرك قوي. اه كلنا فاكرين طبعا. طبعا. وانت كمان فاكر. اه انا فاكر. يعني نهايتك ما كانتش كده الشوط ده. شوط ايجابي نتيجة ولعبا الحقيقة، على حسب الامكانيات الموجودة وعلى حسب الفوارق الفنية بين الفرقتين، التغيير والتدوير اللي في فرقتنا. يعني انت ما تقدرش النهاردة تفضل هتقول هو فخري عمل ايه ولا عبد القادر عمل ايه ولا حسام. الفرقة بتلعب كتلة واحدة لتنفيذ الغرض، لإحراز الهدف، ولا بد اديك شفت في كرة اوف سايد خبطت وراحت واحد طبعا تبتدي مباراة جديدة، فلازم تأمن الجول شوط جديد على هدف تاني. من الهدف التاني اعتقد ان اداء فخري واداء حسام حسن وعبد القادر الناس دي هيتغير، ومش هشوف بقى كتير ايمن اشرف وياسر ابراهيم وكريم فؤاد ومحمود وحيد، يعني المفروض ما نشوفهمش بقى. فبعد الهدف التاني ان شاء الله تكون الحكايه بقت اسهل كتير. بس كابتن علاء، رؤيتك الشوط الاول؟ شوط متوسط المستوى، يعني مش فنيا مش جامد قوي، لكن انت زي ما اتفقنا ايمن الاساس او الهدف اللي انت عايزه، جايب هدف لازم تدور على الهدف الثاني وبسرعه عشان يبقى 2-0. اعتقد ان كده تبقى سهله جدا تقدر تعمل تغييراتك، لان برضو الاداء مش حلو قوي. واللي مساعدك واللي عامل كده انك بتلعب فريق، يعني زي ما اتفقنا كلنا هو فريق متواضع جدا. الفرقه المتواضعه دي لازم هدف ثاني وثالث كمان، ما تسيبش 1-0 دي موجوده كتير، ولازم يحصل فيه تغيير شويه في اللعيبه ممكن، يعني بس هدف تاني الاول لازم، وبعدين ممكن تدي بقى فرص لعبه تانيه كتير ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامه، الاطراف ما اشتغلتش يعني باللي احنا قلناه قبل الشوط ما يبتدي، توقعنا ان الاطراف تشتغل اكتر من كده. اه خاصه انا قلت لك ان ممكن يلعب بنفس الاسلوب اللي لعب بيه ماتش الزمالك في الشوط الثاني والجونه، وفعلا عمل كده، يعني لعب رامي ربيعه وياسر ابراهيم وايمن اشرف ثلاثه في العمق ورا، ومدي حريه لكريم فؤاد وحيد انه يضغطوا قوي من قدام. يمكن كريم فؤاد محاولاته اكتر. مظبوط. والنشيط نشيط جدا. جبل يمنى نشيط عن الجبل اليسرى. اه بس انهائه للكره قبل الاخيره مش مظبوطه شويه. بالظبط. يعني الكرات العرضيه يركز فيها شويه اكتر. هو عامل حركه. بيعمل مجهود كويس. عامل حركه ونشاط، لكن مش يعني الاتقان في التمريره. العرضيه الاخيره. اليو ديانج عمل ماتش كويس وبيحاول يضغط، جبنا جون حلو، لكن برضو الفرص مش كتيره قوي، لازم نغطي الهدف بهدف تاني عشان نبقى مرتاحين. صحيح. كابتن عادل، النتيجه منطقيه احداث الشوط الاول، ايه اللي ممكن يجرى الشوط الثاني؟ المفترض ان انت تضغط اكتر عشان تجيب الهدف الثاني، ولكن بحرص. انت احنا اتفقنا ان المباريات دي تكسب ولا تلعب. انت في اخر السنه وعندك مشاكل كتير فنيه وبدنيه واصابات، فانت المفترض انك انت بتلعب مجموعه من الناس اللي ما لعبوش كتير في السنه دي، فهم استغلوا الفرصه. الشوط الاولاني انا عاجبني التحركات بتاعه عبد القادر في الشوط الاولاني وديانج هايل، ولكن هو الحته اللي ناقصه بس النادي الاهلي انه يعمل العمق الهجومي. اسلام مش عاوز حسام حسن مش عاوز يتحرك كتير بره. بالظبط. يعني حسام حسن احيانا بيرهق نفسه بالتحرك بره 18. يعني خليك انت تبقى جوه ال 18، العب مع اخر واحد علشان تعمل العمق الهجومي. لو عملنا عمق هجومي هنقدر نجيب الجون ونجيب جون ثاني وثالث، ولكن الحذر وكل الحذر. المباريات دي في لازم يبقى في حذر كبير. صحيح. كابتن شريف، هنشوف الجول الشوط الثاني ان شاء الله. ان شاء الله لازم باذن الله، يعني قول لي لازم نترجم الضغط. أيوة اللي انت يعني بتعمله. توقعاتك ان شاء الله؟ انا توقعاتي طلعت غلط اساسا. لا سعد بيقول طلع غلط. الشوط الاول 2-0 مش 2-0 يا ابني، لسه ما خلصش الشوط الاول. انت ايه ده؟ انا حاسس ان هيبقى في تغييرات. في تغييرات الشوط الثاني؟ هو بيطلب الاكثر، بيطلب الماكسيموم، عايز ياكد الفوز. فاعتقد انه هيكون عنده تغييره
في الشكل الهجومي. نشوف وليد، نشوف محمد محمود، هنشوف دياب طارق اعتقد طارق. ووليد سليمان. كابتن اسامه، تشوف اهداف الشوط الثاني ان شاء الله؟ اه ان شاء الله. يعني هو الشكل العام ان النادي الاهلي ضاغط، ولكن قلت لك ان شاء الله يبقى في هدف ثاني عشان ما تدخلهمش في الماتش، لانه هم بيناوشوا يعني ما فيش محاولات خطر قوي. لكن شفنا كره الضربه الثابته، صحيح هي اوفسايد 100%، ولكنها ممكن مزبوط. تيجي طالما النتيجه معلقه 1-0 بتبقى خطر، بس على الاقل تحافظ على الهدف. انت كده دلوقتي كسبان المباراه. مظبوط طبعا تحافظ على الهدف نمره واحد، ولكن برضه تغطي بهدف ثاني عشان تقتل المباراة. حتى الراجل يبقى مرتاح ويدي فرص لبعض اللعيبه تقدر تغير. كابتن علاء، اكيد ان شاء الله في هدف ثاني وثالث ان شاء الله، بس من بدري لازم تعمل ضغط كويس قوي، تجيب هدف ثاني، هدف ثاني، كل الامور تبقى يعني قدامك، اعمل اللي عايز تعمله بعدها. صحيح. 1-0 نتيجه في كره القدم مش مطمئنه خالص، مهما كان الفريق المنافس كان ضعيف، لكن لازم يبقى في قلق. القلق ده يتقتل بالظبط بالهدف الثاني ان شاء الله. كابتن عادل، خلينا تجاريين في الفتره دي ونخرج من المباراه بمكسب ان شاء الله، نجيب هدف ثاني ونغطي وننزل لعيبه تجهز ولعيبه ترتاح من اللعبه المهمه، ده المهم يعني. كل توفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، تحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.